وقيمة الجائزة 90,000 ريال. فتحت البوابات على بركة الله في سادس الأشواط للجياد التي سجلت انتصار وحيد في سجل السباق إنتاج السعودية عمر 3 سنوات للخيالة المتمرنين، وقيمة الجائزة 90,000 ريال. مورينجا تبدأ الانطلاقة إلى المرتبة الأولى مع أيضا بسمة لطيفة مع فواز والناس في المرتبة الثانية بشعار سمو الأمير عبد العزيز بن فهد في المرتبة الثانية، وأيضا متيمن يأتي في المرتبة الثالثة مع زياد الطريسي. يأتي الآن بقية الأسماء بحول الله قادما في المرتبة الرابعة وأيضا الخامسة، مع أيضا نشاهد خمايل وسلك الحرير والنار والأخشبان ووارفة الظلال. بسمة لطيفة تتزعم الطليعة إلى المركز الأول بحول الله قادما، بدرة بيان يستحثه رويدا رويدا، وبهجة عيدة قادمة من نسل فحل موفق في المرتبة الخامسة مع عبد العزيز الفريدي، وأيضا الأخشبان مع أحمد الطيار، ووارفة الظلال قادمة بحول الله ينتظر الانقضاض على الصدارة، بينما مورينجا مع أيضا الأسماء الكبيرة والأسماء المميزة ينذر بشعار الأمير سعود بن سلمان مع علي الميموني، ينذر بقوة يبدأ الانطلاقة سلك الحرير بقوة إلى المراكز المتقدمة. الخيالة المتمرنين يقدموا أنفسهم بقوة إلى الصدارة. يأتي سلك الحرير، تأتي سلك الحرير مع أيضا مورينجا، مورينجا مورينجا الأسماء المهمة، وينذر قادما يا تأتي سلك الحرير بقوة إلى خط النهاية مع أيضا ينذر في المرتبة الثانية، وبحول الله في المرتبة الرابعة، ومصيون في المرتبة الثالثة.